اهلا بكم ابنائي الاعزاء طلاب الصف السادس الاعدادي. ان شاء الله النهارده مع بعض نحل تيست 13 سوهاج جوفرنريد من امتحانات الجبرة ترم 10. السؤال الاول بيقول شو ذا كوركت انسر فروم زوز جيفن اف اي اند بي ار تو ايفنتس اوف ذا سامبل سبيس اوف ا راندوم اكسبيرمنت اي سبسيت اوف بي. نرسمها ادي اي اهي سبسيت اوف بي. بعد كده عايز probability of union of A union B. طبعا A union B هنا A union B equal B, يبقى probability بتاع A union B هو نفس probability بتاع B. السؤال اللي بعد كده عندي X نكتبهم X plus 2 Y equal 3, وهنا 2X plus 4y equal negative 6. احنا ملاحظين ان دي الاولى times 2 تديني التانية, بس هنا 3 times 2 ما تدينيش negative 6 times negative 2. فاللي في الناحية دي شبه بعض يعتبر, بس الاختلاف هنا يعني لو عملت لها اللي تحت divided by 2 هتبقى x plus 2y equal 3, والتانية هتبقى x plus 2y equal negative 3. كده التو equation دول ده شبه بعض لكن ده مختلف, يبقى على طول دول برل, على طول دول ايه برل, يبقى solution set number of solution 0. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the set of zeros of the function. طب الفانكشن دي x square ممكن نعملها factorization ونشوف x square minus 3x plus 2 يبقى x to 1 والاثنين نيجاتيف over x minus 2, x minus 2 هتروح مع x minus 2 يبقى هتبقى x minus 1. لو سويتها بالزيرو x minus 1 equal 0 يبقى x هنا هتبقى equal 1, يبقى الزيروز بتاعت الفانكشن دي equal 1. السؤال اللي بعد كده بيقول x square plus 11x plus 24 equal x plus a times x plus b. عايز a plus b, نعمل factorization ل x square الاول plus 11x plus 24, دي هتبقى x و x 24. عايز عددين اعملهم multiply يديني 24 و addition يديني مين 11. 8 times 3 add 8 and 3 والاثنين positive, يبقى الـ A والـ B A equal 8 و B equal 3, يبقى A plus B هتبقى 8 plus 3 equal 11. وطبعا معروفة من الفاكتوريزيشن العدد ده العددين دول دي 8x ودي 3x مجموعهم بيدين اللي في النص, فعلى طول الإجابة هتبقى equal 11 برضه من غير ما أعمل فاكتوريزيشن والقصة دي كلها, بس احنا وضحنا بتيجي منين. 5 to power n minus 1 equal 1 over 25. طيب 1 over 25 هيخليها 1 over 5 to power 2, بعد كده هخليها 5 to power negative 2. النيجاتيف 2 دي هي نفسها n minus 2, يبقى n minus 1 n minus 1 equal negative 2, يبقى n equal negative 2 plus 1 equal negative 1. لا هو هنا كاتب لي absolute value of n, يبقى absolute value of negative 1 equal 1, يبقى الإجابة 1. نركز كويس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي x plus 5 over x minus 3 is a rational number then x not equal. طبعا لازم x not equal a 3, ما ينفعش الدينومينيتور يكون 0. السؤال اللي بعد كده find n r product r the solution set of the two equations 2 x plus y equal 19 y equal x plus 1. نرتب الاولى مترتبه 2 x plus y equal 19, الثانيه negative x plus y equal 1.
احنا ممكن نعمل اللي تحت تايمز 2، اعمل دي تايمز 2 والاولى اكتبها زي ما هي، دي هتبقى نيجاتيف 2x بلس 2y ايكوال 2، واسمي دي 1 ودي 2 واقول له باي ادينج 1 اند 2، دول هيروحوا مع بعض، هنا هيبقى 3y ايكوال 21، يبقى y كده هتبقى 21 divided by 3 equal 7، كده y equal 7. نعوض في اي واحدة، في التانية ادي نيجاتيف x بلس 7 equal 1، يبقى نيجاتيف x equal 1 minus 7 equal نيجاتيف 6، يبقى x كده equal 6، يبقى solution set 6 and 7. خلصنا حل السؤال ده، نروح للسؤال اللي بعده. هنا سؤال divided by، دايما نركز في الحل بتاع divided by لانه سؤال بيكون ايه في شغل كتير، فين في الدومين، فلازم نركز كويس في الدومين هنعمله ازاي. هنا ان اكس حب ان واي، هبدا اعمل فاكتوريزيشن اللي فوق، واي سكوير ماينس 9 هتبقى واي ماينس 3 واي بلس 3، دي ديفرنس بتوين تو سكويرز. اللي تحت هاخد 3 واي هايست كومن فاكتور، يبقى 3 واي سكوير ديفايدد باي 3 واي هتبقى واي، و 9 واي ديفايدد باي 3 واي هتبقى ايكوال 3 ديفايدد باي، هنا ناخد y هايست كومن فاكتور هتبقى معايا y سكوير بلس 1، وهنا y سكوير بلس 1 ملهاش فاكتوريزيشن. كده دومين ايكوال r ديفرنس الزيرو بتاع ده وده وده، اللي هنا 0 ونيجاتيف 3 وده 0 و y سكوير بلس 1 ملهاش 0، y سكوير هنا بلس 1 برضو ملهاش 0، يبقى كده خلصت. نقلب الديفايدد باي تايمز ونكتب الجزء الاول ده زي ما هو، مش هنغير حاجة. وهنا y سكوير بلس 1 فوق، وهنا y over y square plus 1. نبدأ نعمل simplify، ده هيروح مع ده وده هيروح مع ده، هيتبقى معايا كده فوق y minus 3 وتحت هيتبقى معايا 3 y square عشان y times y y square، وبكده يكون خلص حل السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده، بيقول لي f fx equal x plus 5 over x square minus a minus 1 over x where the domain f equal domain of f r difference 0 negative 5 and 5. Find a then find fx in the simplest form and find f negative 1. نبدأ الأول، طالما الدومين عندي r difference 5 ونيجاتيف 5 وزيرو، هقول له سينس دومين ايكوال ار ديفرنس 0 ونيجاتيف 5 و 5، يبقى ات اكس ايكوال 5، نختار عدد منهم، خلينا في ال 5 البوزيتيف، يبقى لازم اكس سكوير ماينس اي هتبقى ايكوال 0، نشيل اكس ونحطه بدل 5 يبقى 5 سكوير ماينس اي ايكوال 0، يبقى نيجاتيف اي ايكوال نيجاتيف 25، يبقى اي ايكوال
25. كده انا عرفت ايه ايكوال 25، يبقى اف اكس كده هتبقى ايكوال ايه؟ ايكوال اكس بلس 5 اوفر اكس سكوير ماينس 25. نعمل سمبلفاي، هنا اكس بلس 5 اوفر هنا اكس اكس 5 واحده نكتب والتانية بوست، دي هتروح مع دي كده هتبقى 1 اوفر نسينا 1 اوفر اكس هنا 1 اوفر اكس ماينس 5 ماينس 1 اوفر اكس. نبدأ نعمل common denominator هنا x times x minus 5 دول divided by d equal x، يبقى ادي x times 1 equal x، ودول divided by x يبقى x minus 5، اعملها times negative يبقى negative x minus 5، هندخل negative عليها يبقى negative هنا x minus x plus 5 over x minus 5، x هتروح مع x هيتبقى معايا 5 over x minus 5، وده simplest form بتاعها. في x هنا كمان نيجي بعدين عايز f negative 1، تبقى 5 over negative 1 وهنا negative 1 minus 5، تبقى 5 over negative 1 times negative 6 يبقى 6، يبقى 5 over 6. وبكده خلص حل السؤال ده. السؤال اللي بعده بيقول لي find in R the solution set of 2x squared plus 3x plus 1. طبعا هنحله بالجنرال رول، A عندي هنا equal 2، 3، 1. طبعا x equal negative b plus or minus b square minus 4ac over 2a. نبدأ نعوض negative b يبقى negative 3 plus or minus b square اللي هي 3 square تبقى 9 minus 4 times 2 times 1 over 2a يبقى 2 times 2 كده negative 3 plus or minus هنا 4 times 2 8 9 minus 8 1 يبقى square root of 1 over 4، يبقى كده negative 3 plus or negative 1 over 4، يبقى x مرة هتبقى negative 3 minus 1 أو plus 1 over 4 هتبقى negative 2 over 4 negative half or x equal negative 3 minus 1 over 4 يبقى negative 4 over 4 equal negative 1، يبقى solution set كده يبقى نيجاتيف هاف و نيجاتيف 1. نروح للسؤال اللي بعد كده 4a بيقول a and b are two events from the sample space of a random experiment and the probability of a 0.7 probability of b 0.6 probability of intersection 0.5. عايز probability of union، probability of A union B. رول بتاعنا بيقول لي probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. probability of A 0.7 probability of B 0.6 minus probability of intersection 0.5 d equal 1.3 minus 0.5 هتبقى كده 0.8.
بعد كده probability of sample space ده على طول equal 1. وبكده يكون خلصنا حل السؤال ده. نروح للسؤال B. بيقول لي find algebraically in R product R solution set of the two equations x plus y equal 5 و 2x square plus xy equal 14. خلي y هنا equal 5 minus x واعتبرها 1، والتانية 2x square plus xy equal 14 دي 2. وقول له by substituting from 1 into يبقى 2x square مش هنغيرها، هنا x هشيل y وحط بدلها 5 minus x equal 14. نفك ال x نعملها multiply by 5 يبقى 5x، ونعملها multiply by x يبقى negative x square x minus 14. نخلي ال 14 من الناحية دي كمان equal 0. 2x square minus x يبقى x square بقى plus 5x minus 14 equal 0. نبدأ نعمل الفاكتوريزيشن، هنا x x 7 2 7 times 2 equal 14، والماينس بتاعهم يديني 5، والكبير اللي هو 7 تبقى بلس ودي تبقى نيجاتيف، يبقى x بلس 7 equal 0 يبقى x equal negative 7، or x minus 2 equal 0 يبقى x equal 2. شوف y كده يبقى at x equal negative 7 y هتبقى 5 minus negative 7 هتبقى equal 12، at 2 يبقى y equal 5 minus 2 equal 3. يبقى solution set كده هيبقى negative 7 و 12 و 2 و 3. وبكده يكون خلص حل السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده. هنا سؤال بيقول لي find ان x in the simplest form، وعايز الدومين وعايز في الاخر ان 3. الاول نبدا نعمل simplify، ان x هنا هنعمل factorization ل x square minus 5 x plus 6 x x 6 دي 3 times 2، والاثنين النيجاتيف زي اللي في النص عشان الاخير بوزيتيف، وهنا اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 4 تبقى اكس اكس 2 2 والاثنين نيجاتيف ديفايدد باي هخليها تايمز، وادي 1 اوفر اكس هاي سكون فاكتور، هنا هتبقى اكس ماينس 3. دومين بناخد ار ديفرنس الزيرو بتاع ده وده وده، يبقى ار ديفرنس 2 و0 و3. نبدا نعمل simplify نيجاتيف اكس ماينس 2 هتروح اكس ماينس 2، وهنا اكس ماينس 3 تروح مع اكس ماينس 3، يبقى باقي معايا ان اكس كده 1 اوفر اكس تايمز اكس ماينس 2. بعد كده عايزين ان 3، طبعا 3 هنا مش موجوده في الدومين لانه بيقول ار ديفرنس الاعداد دي، يبقى اقول له 3 does not belong to domain، يبقى ان 3 is undefined.
نروح للسؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لي ان 1 اكس ايكوال اكس سكوير بلس 5 اكس بلس 25 اوفر اكس كيوب ماينس 125 وان 2 اكس ايكوال اكس ماينس 5 اوفر اكس سكوير ماينس 25 بروف ذات ان 1 ايكوال ان 2 اند واي. نبص مع بعض ان 1 اكس نعمل لها سمبل فايل اول باني اعمل الفاكتوريزيشن هنا اكس اكس 5 والاثنين بوزيتيف. لا دي ملهاش فاكتوريزيشن كده لا، لانه دي حطير مع الـ مع الـ الكبير اللي هو القوس الكبير بتاع الايه الديفرنس بتوين تو كيوبز اللي تحت. يبقى دي اكس سكوير بلس 5 اكس بلس 25 اللي تحت دي ديفرنس بتوين تو كيوبز هتبقى اكس ماينس 5 بقى كده التاني بستنتجه من ده وهيطلع نفس اللي فوق هيبقى اكس سكوير بعد كده فيرست تايم سكند ويز ديفرنت ساين يبقى 5 اكس بعد كده سكند سكوير يبقى بلس 25. طبعا الدومين ار ديفرنس 5 وبس كده لانه ده مالهوش زيروز. لو عملنا السمبل فايل ده هيروح مع ده هتبقى 1 over x minus 5 اعتبر دي ايه 1. نروح للسؤال الجزء الثاني من السؤال يبقى ان 2x equal x minus 5 over نبدأ نعمل factorization x square minus 25 add x x 5 5 negative positive domain اللي هو دي 2 R difference 5 ونيجاتيف 5. هنا دي هتروح مع دي هيبقى 1 over x plus 5. طبعا هنا لاحظنا ان n1 from 1 n2 n1 not equal in n2 because a because n1x not equal n2x. وايه تاني والدومين بتاعهم not equal يبقى d1 not equal d2 يبقى لا الدومين equal ولا n1x equal n2x. وبكده يكون خلصنا حل الامتحان ده. اتمنى تكون فهمته كويس وان شاء الله هتلاقوا معانا على قناة اليوتيوب حل جميع الامتحانات وهتلاقوا برضو على المنصة حل الامتحانات بالاضافة لمراجعات تاني كتير. شكرا لكم والى اللقاء في حل امتحان قادم باذن الله.